في أحد الأيام مر طفل صغير يبيع المناديل بجانب سيارة فاخرة، فعرض على صاحبها شراء كيس مناديل. أخذ الرجل جميع المناديل التي مع الطفل وأعطاه $5. فرح الطفل جدا بال5 دولارات وشكر الرجل كثيرا، ثم ذهب إلى محل الأحذية وبدأ ينظر إلى الأحذية الفخمة بحسرة شديدة، لأنه كان يرتدي حذاء قديما لم يغيره منذ سنوات. فأراد الطفل أن يشتري حذاء جديد، ولكن أسعار الأحذية كانت باهظة الثمن، حيث يبدأ سعر الحذاء من $60 وهو لا يملك سوى $5. في هذه الأثناء لمحه الرجل الغني الذي أعطاه $5، فنزل من سيارته ودخل محل الأحذية، وخرج بعد فترة قصيرة وهو يبتسم، ثم ركب سيارته ورحل. بعد قليل خرج صاحب المحل وفتح باب الزجاج ووضع ورقة مكتوبا عليها $5 فقط لأي حذاء بمناسبة العيد. شعر الطفل بسعادة غامرة بعد أن رأى هذا الخصم، ودخل مسرعا ليشتري حذاء جديدا قبل أن ينتهي العرض. اختار الطفل حذاء بني كان سعره $80 قبل الخصم. دفع الطفل ثمن الحذاء وأخذه ورحل وهو يشعر بفرحة كبيرة لم يشعر بها من قبل. بعد أن ابتعد الطفل عن المحل، أخذ صاحب المحل الورقة المكتوبة عليها $5 وقام بوضع الأسعار القديمة. لك أن تتخيل عزيزي القارئ ما الذي جعل صاحب المحل يخفض الأسعار بهذا الشكل.